أنني أذكر بكل تقدير لقاء الأول بقداستكم في الفاتيكان في نوفمبر 2014، وأتذكر بامتنان أنني استمعت لرؤيتكم التي تدل على بصيرة ثاقبة تنبع من رؤية من روح متشبعة بالإيمان بقدرة البشر على فعل الخير، ومتمتعة بحكمة عميقة تدرك أهمية التعامل مع تعقيدات واقع صعب. من منطلق العمل على بلوغ الأهداف النبيلة التي تحفظ للبشر إنسانيتهم وتشيع العدل والسلام والخير بينهم، أرحب بكم قداسة البابا في أرض مصر الطيبة التي سطرت على مدار الزمن فصولاً مضيئة في تاريخ الإنسانية، والتي مزجت بعبقرية متفردة بين رسالات السماء إلى البشر وبين ما أنتجه هؤلاء البشر من حضارة وثقافة، ليخرج إلى العالم نور يضيء معالم الطريق نحو السلام والعمران والتسامح بين كافة بني البشر وعلى مر العصور. كانت هذه الأرض المباركة حاضنة للتنوع الحضاري والديني والثقافي، وموطنا لشعب طيب الأعراق يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وبأن رحمة الخالق عز وجل تسعى البشر جميعا من كل الأجناس والعقائد. وعلى هذه الأرض قداسة البابا وجد السيد المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء الأمن والأمان والسلام، وطافوا بأرجائها محتمين بها من بطش وبغي هيرودس. وكانت مصر كعادتها دوما ملاذا آمنا وحصنا رحيما. قداسة البابا فرانسيس، إننا نعتبر زيارتكم التاريخية إلى مصر اليوم، والتي تتواكب مع الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان، بمثابة رسالة تؤكد ما ترتبط به مصر والفاتيكان من علاقات تقدير واحترام تتأسس على إيمان مشترك بالقيم الأخلاقية الرفيعة التي رسختها الأديان السماوية، لتكون دستوراً لتعايش البشر على الأرض في سلام ومحبة، وأساساً لمنع الصراعات التي لا تنشر سوى العنف والدمار بين أبناء الأسرة الإنسانية. ولقد أكدنا خلال لقائنا اليوم أهمية أن تظل هذه المبادئ نبراساً للقادة والحكومات في عالمنا اليوم، إذ يواجهون تحديات غير مسبوقة لم تشهدها البشرية من قبل. فالعالم يشهد أياماً يعلو فيها صوت العنف والكراهية، تنطلق هجمات الإرهاب الأسود عمياء هوجاء تضرب في كل مكان بدون تمييز، تفجع قلوبنا، استحرمنا من الأهل والأحباء والأصدقاء. وما يزيد من ألمنا أن قوى الشر هذه تزعم ارتباطها بالدين الإسلامي العظيم، وهو منها ومنهم براء وهم منه نكراء. إن الإسلام الحق لم يأمر أبداً بقتل الأبرياء، ولم يأمر أبداً بترويع الآمنين وإرهابهم، وإنما أمر بالتسامح والرحمة والعمل الصالح الذي ينفع الناس، كما أمر باحترام الآخر وحقه في اختيار دينه وعقيدته. السيدات والسادة، إن مصر تقف في الصفوف الأولى في مواجهة هذا الشر الإرهابي، يتحمل شعبها في صمود وأباء وتضحية ثمناً باهظاً للتصدي لهذا الخطر الجسيم، عاقدين العزم على هزيمته والقضاء عليه، وعلى التمسك بوحدتنا وعدم السماح له بتفريقنا. وفي هذا السياق أؤكد من جديد أن القضاء نهائياً على الإرهاب يستلزم مزيداً من التنسيق والتكاتف بين كافة القوى المحبة للسلام في المجتمع الدولي، يتطلب جهداً موحداً لتكفيف منابعه وقطع مصادر تمويله، سواء بالمال أو المقاتلين أو السلاح. يحتاج القضاء على الإرهاب إلى استراتيجية شاملة
تأخذ في اعتبارها ليس فقط العمل العسكري والأمني، وإنما الجوانب التنموية والفكرية والسياسية كذلك، التي من شأنها هدم البنية التحتية للإرهاب ومنع تجنيد عناصر جديدة للجماعات الإرهابية. ولا يفوتني في هذا الإطار أن أسمن وأقدر مواقف قداسة البابا فرانسيس الداعمة لتفعيل الحوار مع المؤسسات الدينية المصرية بعد سنوات من التوقف. لقد كانت إعادة إطلاق حوار الأديان بين الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة الأزهر الشريف خطوة تاريخية سيكون لها في تقديرنا أبلغ الأثر في تعضيد جهودنا من أجل تجديد الخطاب الديني وتقديم فكر ديني مستنير يعيننا على مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها منطقتنا والعالم بأسره من حولنا. إن الأزهر الشريف بما يمثله من قيمة حضارية كبرى وما يبذله من جهود مقدرة للتعريف بصحيح الدين الإسلامي وتقديم النموذج الحقيقي للإسلام، إنما يقوم بدور لا غنى عنه في التصدي لدعوات التطرف والتشدد ومواجهة الأسس الفكرية الفاسدة للجماعات الإرهابية. وأود هنا الإعراب عن التقدير لمشاركتكم البناءة في المؤتمر العالمي للسلام الذي نظمه الأزهر الشريف بالقاهرة، والتي تؤكد حرصكم على ترسيخ ثقافة الحوار بين كافة الأديان لتدعيم قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك. وبالمثل كانت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا توادروس للفاتيكان في عام 2013 وإعلان يوم 10 مايو يوماً للصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية خطوة هامة على صعيد تدعيم أواصر التعاون بين مؤسسات مصر الدينية العريقة والفاتيكان. وأنتم يا قداسة البابا تحلون ضيفاً عزيزاً على مصر اليوم بحضور ممثلي مؤسساتها الدينية العريقة، ليكون استقبالنا لقداستكم على أرض مصر إعلاناً للعالم عن متانة وحدتنا الوطنية وصلابتها، تلك الوحدة التي نعتبرها خط دفاعنا الأساسي ضد من يضمرون لوطننا شراً. قداسة البابا، إننا إذ نرحب بكم مجدداً ضيفاً كريماً على أرض مصر، فإننا نشاطركم عظيم الأمل في مستقبل أفضل يحمل في طياته عهداً من السلام والرحمة والتسامح، ونتمنى لكم إقامة سعيدة وطيبة في بلدنا، داعين الله العلي القدير أن يديم على مصر وعلى العالم بأسره نعمة الأمان والطمأنينة والاستقرار. فخامة البابا، أرحب بكم مجدداً، شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.